بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء. طبعا سننجز مجموعة من التمارين من واحد حتى طبعا ستة أو أكثر، كيتعلق بالفونكسيون لينيير، الدالة الخطية. نبداو بريمير، طبعا القسم هو الثالثة إعدادي. نبداو بالتمرين رقم جومونترين. اولا التمرين الاول، ريكوبي اي كومبليتي لي فراز سويفون. نعم، نكتبوا هادشي. لا فونكسيون اف، عندنا هنا اكس فلاش موان 7 اكس، طبعا ايتين فونكسيون، هادي ايتين فونكسيون لينيير، ايتين فونكسيون طبعا لينيير، ها هي ايتين فونكسيون لينيير، طبعا دالة خطية هادي، لان عندنا ا اكس. طبعا دو كوفيسيون، شحال المعامل هنايا؟ الكوفيسيون هو موان 7، كوفيسيون موان 7. اذا اون لا نوت طبعا هذه، طبعا هما تتساوي موان 7 اكس، نديرو اف لي اكس، فوالا اف لي اكس ايتيكال موان 7. سا ريبريزونطاسيون غرافيك اتين دروات، كيكون الرسم ديالها هو دروات مستقيم، اتين دروات. طبعا باسون باغ لوريجين، الاصل المعلم، كتمر من اصل المعلم لوريجين. طبعا فوالا ها الاجوبه عندنا. دابا الان عمرو التمرين الثاني. طبعا اكزرسيس نيميرو 2، اكريغ سو لا فورم دي نيغاليتي ايغاليتي شاكين دي فراس سويفون. نعم، ليماج دو موان 8 باغ اف اي 4، يعني صورة ناقص مية هي طبعا أربعة. ليماج دو موان ويت إيتيغال كاتخ، سيتادير عندنا إف لي موان ويت إيتيغال كاتخ، هادي المعنى ديالها. ليماج دو موان ويت، هي صورة ناقص مية هي ليماج باغ إف دو هذا إي موان سيس، راسين سيس. ليماج باغ إف، باغ إف ديال جوج هو، إذا اف لي جد مربع جوج، اف راسين دو ايتيغال موان راسين دو سيس، هادي المعنى ديالها. هنا 57 اي ليماج دو 19، هذا هو الصورة ديال من دو 19، بمعنى اف لي 19 19 ايتيغال طبعا 57، غير باش نعرفو فين موان 21 اي لانتيسيدون دو 9 باغ اف، هذا هو الانتيسيدون، الى انتيسيدون طبعا. اذا شكون هو الصوره؟ هي موان 21 الى انتيسيدون دو 9، سيتادير هذا هو الانتيسيدون، هو اللي نحسب الصوره ديالو السابق، الانتيسيدون طبعا دو 9 ديال 9 طبعا. اذا اف لي موان 21 ايتيغال 9، علاش؟ لان 21 الى انتيسيدون هو السابق، ماشي ليماج، هو السابق يكون هنا. هذا بالنسبه طبعا للتمرين الثاني. Exercice numéro 3, soit j la fonction linéaire dans la carte définie, المعرفة par j de x est égal à moins 8x. هذا هو الكوفيسيون، هو ناقص 8. Quelle est l'image de moins 8؟ شحال شنو هي صورة ناقص 8؟ أول حاجة كنحطوا الدالة قدامنا، j de x تساوي ناقص 8x، ياك؟ إذا غنحس كيلي ليماج دو موان 8، سيتادير غنديرو j لي موان 8، غنكتبو الكوفيسيون وغنضربو في هاد مواويت هادي. اذا شحال عطينا؟ 64. اذا ليماج ديال مواويت هي 64. كاين ليماج دو راسين دو سيغ دو، يعني غنديرو جي لي جدر جوج على جوج تساوي، غنمشيو للدالة هي، غنديرو ناقص 8 هي مواويت فوا راسين دو على دو، اختزلوا هذه مع هذه، تقالنا هنا 4 هي ناقص 4 جذر 2. ثم هذا السؤال الثاني، وهذا الاول. هنا عندنا كالكولي جي لي جذر 3، غنحسبوا جي، مكتبانش جي، لماذا؟ لي جذر 3 على 8 زائد 2، نحسبوا الصورة ديال هذه هي اللي هي ناقص 8، هو كوفيسيون ناقص 8 غنضربو في هذه، هذه اللي هي جذر 3 على 8 بلس 2 تساوي ناقص 8 جذر 3 على 8
وهنضربو ناقص 8 زائد 2 تعطينا ناقص 16 ياك. اختزلوا هذه مع هذه تلقانا ناقص جذر طبعا 3 ناقص 16، اذا ها القيمة ديالها، ها هي كاملة. نتمنى تبان لكم، ها هي جي لي جذر 3 على 8 زائد 2 هي ناقص 8 عامل جذر 3، هذا هو الكوفيسيون. كنعوضو هذا تنشرنا، بعدها تعطينا ناقص جذر 3 ناقص 16. هذا طبعا السؤال الموالي، كيل نومبر ان بوغ ايماج موي، شكون هو العدد اللي عنده الصوديوم ناقص 8؟ اذا غنجيو غنديرو هنايا جي لي اكس ايتيغال ناقص 8، شكون هو اللي صورتو ناقص 8؟ بلاتي شكون هو اللي صورتو ناقص 8؟ اذا غنديرو جي لي اكس ايتيغال مويت، جي لي اكس شحال عندنا؟ هي الداله الاخرى هي ناقص 8 اكس كتساوي ناقص 8، وعندنا اكس دونك يساوي ناقص 8، اللي مضروب في اكس كيجي في المقام اللي هي طبعا 1. اذا هذا هو اللي صورتو ناقص 8، حسبنا جي لي 1 ناقص 8. شكون هو العدد اللي صورتو ناقص 8؟ غنديرو جي لي اكس كتساوي ناقص 8، ونعوضو بالقيمه ديال جي لي اكس اللي هي ناقص 8 اكس، دونك اكس كتساوي ناقص 8 على ناقص 8 اللي هي 1. دابا غنشوفو السؤال الموالي، تيقول لنا كيلي لانتيسيدون، شكون هو السابق لانتيسيدون ديال ناقص 11 على 6؟ المعنى ديالها شكون هو، يعني جي لي اكس ايتيغال ناقص 11 على 6، حنا كنقلبو على الناقص ديالو هنا احسن، ناقص 11 على 6، حيت كنقلبو على انتيسيدون، نديرو ناقص 8 اكس كتساوي، هادي هي جي لي اكس، ناقص 8 اكس تساوي ناقص 11 على 6. اذا اكس تساوي اللي مضروب كيجي في المقام، نديرو ناقص 11 طبعا على 6، هذا كيجي في المقام في ناقص 8، وعاد تمشي ناقص مع الناقص هنا 11 على 48، 11 على 8. اذا هذا هو اللي صورتو ناقص 70 ناقص 11 على 6. اذا حنا نقلبو على الانتيسيدون هو اكس، الانتيسيدون تروفي لو نومبر اتيل كو جي لي ا ايتيغال موان 9 سور 7. اذا غنقلبو على عندنا جي لي ا، عندنا جي لي ا كتساوي ناقص 9 على 7. جي لي ا نعاودو اكس ب ا في الداله هنا، نديرو ناقص 8 ا كتساوي ناقص 9 على 7، عاد تمشي ناقص مع الناقص كاع، نديرو ا كتساوي 9، واللي مضروب في ا كيجي في المقام، دينا 7 في 8 اللي هي طبعا 9 على 56. شكون هو اللي صورتو بسطينا طبعا ناقص 9 على 7، ناقص 9 على 7. نمر الى اكسيرسيس نيميرو 4، سوا جي لا فونكسيون لينيير دو كوفيسيون موان 2.5. سيتادير شنو معنيتها؟ ان جي لي اكس، كتبها لكم جي لي اكس كتساوي شحال الكوفيسيون قلنا؟ موان 2 كتساوي ناقص 2.5 اكس، هذه المعنى ديالها. كوفيسيون كنضربوه في اكس، ا اكس هي الصيغه العامه ديالها، ا اكس ا هو الكوفيسيون اللي هو موان 2.5. كالكولي جي لي جوج على 5، جي لي جوج على 5 تتساوي موان 2.5 فوا، نعوضو بجوج على 5، جوج على 5 اذا تعطينا هنا الناقص، ضربنا هذه فيعطينا 5 على 5 اللي هي طبعا ناقص 1. ثم كالكولي جي ناقص 1، جي هنا جي لي ناقص 1، غناخدو ديما الداله هذه هي موان 2.5 فوا موان 1، غيمشي ناقص مع الناقص ويعطينا 2.5، 2.5. كالكولي جي لي جذر 7، جذر 7 غادي ما نرجعو للدالة هادي هي، غنديرو موان 2.5 فوا جذر 7 اللي هي موان 2.5، خليو هكا بلا ما نديرو جذر 7. نعم ثم جي لي 3 على 3، جي لي 3 على 3 هي جي لي جذر 3 على 3 تتساوي، ديما نرجعو لهادي هي ناقص 2.5، ناقص المعامل ناقص 2.5
فاصلة خمسة مضروبة طبعا في جذر ثلاثة على ثلاثة، جذر ثلاثة على ثلاثة، لا ما نحسبوها، نخلو هي ناقص جوج فاصلة خمسة جذر ثلاثة، لا ثلاثة ناقصة هي. هذا بالنسبة طبعا تمرين أربعة. اكزيرسيس نيميرو 5 كيقولنا كالكيلي لي زيماج دي نومبر، فهاد الدوال هذا اف الاكس شحال كتساوي لنا؟ ناقص اكس. اذا اف لي اكس تساوي ناقص، نحسبوا الصوره ديال هذا وهذا وهذا، ثم ننتقلوا لجي دي اكس وعاد ننتقلوا لاش دي اكس. اول حاجه غنمشيو لاف لي اكس شحال كتساوي؟ ناقص اكس. الا بغينا نحسبوا صوره ناقص 7، غنديروا اف لي ناقص 7، نحطوا الناقص هذا ونعوضوا اكس بناقص 7، ناقص مع ناقص هي 7، ثم اف لي جوج، اف لي جوج نرجعو ديما للدالة هذه، نديرو ناقص ونعوضو بجوج، ثم اف لي واحد على ثلاثة، اف لي واحد على ثلاثة ديما غنستحضرو الخاصية ديال هذه ناقص اكس، نديرو ناقص ونعوضو اكس باش بواحد على ثلاثة، ثم عندنا جذر جوج، نديرو اف لي جذر جوج، نستحضرو ديما الخاصية هذه ناقص الدالة الصيغة ديالها. هذا بالنسبة دابا غنمشيو طبعا للجي دي اكس، الجي دي اكس كتساوي لينا، الجي دي اكس كتساوي جذر جوج اكس، ها هي حسب المعطيات جذر جوج اكس، غنحسبو صورة ناقص 7، تا هي صورة ناقص 7، نديرو جي لي ناقص 7 هي جذر جوج فوا ناقص 7، اي هي ناقص 7 جذر جوج، ثم نحسبو صورة جوج بحال ديال جي لي جوج. عندنا هذه الدالة ركزوا عليها، هي جذر جوج فوا طبعا باش نعوضو اكس بجوج، اذا هي جوج جذر جوج، ثم غنحسبو واحد على ثلاثة، جي لي واحد على ثلاثة، ديما نرجعو الصيغة ديالها هي يعني. غنديرو جذر جوج، هادي مزيان هاد التمارين باش نتمكنو مزيان، ثم عطينا جذر جوج بواحد هي جذر جوج على ثلاثة. أخيرا نحسبوا صورة جذر جوج، هنا جذر جوج شنو عندنا حنا الكوفيسيون؟ جذر جوج ها هو جذر جوج، غنضربوه طبعا في جذر جوج، جذر جوج فوا جذر جوج اللي هي طبعا جوج. دابا غنمشيو بالنسبة للدالة اش لي اكس اللي هي واحد على سبعة، نكتبوها اش لي اكس اللي هي واحد على سبعة اكس. إذا نحسبوا صورة ناقص 7 هي الأولى، نديرو أش لي ناقص 7 هي واحد على 7 فوا ناقص 7 تتساوي لنا، هادشي 7 مع 7 تبقى ناقص 1 أو ناقص 7 على 7. ثم نحسبوا صورة جوج، أش لي جوج، أش لي جوج نعم غنديرو لها هي واحد على 7 في جوج اللي هي طبعا جوج على 7، ثم نحسبو صورة واحد على ثلاثة، اش لي واحد على ثلاثة كنرجعو ديما لهادي، غنديرو هي واحد على 7 فوا اكس نعوضو بواحد على ثلاثة، هي واحد في واحد واحد، و 7 في ثلاثة 21. أخيرا جذر جوج، اش لي جذر جوج ديما نرجعو لهادي، هي واحد على 7 فوا جذر جوج اللي هي جذر جوج على 7. هذا بالنسبة للتمرين طبعا الخامس. نمر إلى التمرين السادس، ها هو قالوا لينا سيدي غوكوبي و كومبليتي لو طابلو سيفون و جي ديزيني اون فونكسيون لينيير. إذا عندنا صورة ناقص 9 هي ناقص 100، غنقلبوا على صورة 9 وغنقلبوا على شكون هو الانتيسيدون السابق ديال هذه ديال ناقص 15 والسابق ديال 12 والصورة 18. اول حاجه من الاحسن كنلقاو الطرق، الطريقه اللي غنقلب عليها انا هي نقلب على الصيغه ديال الفورميل ديال جي دو اكس، بما انها طبعا لينيير، اذا عندنا جي لي ناقص 9 ايتيغال جي ناقص 9 ايتيغال موان 6. اذا بغينا نقلبوا على المعامل ديالها اللي سميوه معامل الكوفيسيون، غنديروا جي لي ناقص 9 على ناقص 9 تساوي شحال جي ناقص 9 هي ناقص 6 على ناقص 9، هذه طريقة اختزلوا الناقص مع الناقص واختزلوا 3 ب 3 تبقى لنا 2 على 3. إذا هنا غندير جي دو إكس كتساوي 2 على 3 إكس، بمعنى إلا بغيت تحسب صورة 9
انا عوض انا ندير جي لي تسعود، جي لي تسعود تساوي جوج على ثلاثة في تسعود، تسعود في جوج 18 على ثلاثة اللي هي ستة. إذا شحال هنا عندنا؟ ستة. دابا شكون هو اللي صورته ناقص 15؟ غنديرو مع ذلك غنديرو جي لي إكس كتساوي ناقص 15، ونعوضو بجي لي إكس. هي هذه، هذه جي لي إكس اللي هي جوج على ثلاثة إكس كتساوي ناقص 15، أي أن إكس كيساوي ناقص 15 مضروبة في المقلوب ديال هذا، ثلاثة على جوج اللي هي ناقص 30 على جوج، 15 جوج في ثلاثة 45، إذا هي ناقص 45 على جوج، طبعا اللي هي خليها 45 على جوج، هي ناقص 45 على جوج. نعم، دابا ديال 12 يكون عندنا 12، دونك غنديرو جي لي إكس، جي لي إكس كتساوي 12، معنى أننا نحطو الدالة الصيغة ديالها جوج على ثلاثة إكس كتساوي 12، أي أن إكس كيساوي لنا ماذا؟ 12 في المقلوب ديالها، 12 في ثلاثة 36، 36 على جوج هي طبعا 18. إذا شحال تكون هنايا؟ 18. أخيرا صورة 18 هتكون هي 12، صورة 18 جيلي 18 هي نديرو المعامل اللي هو جوج على ثلاثة في 18، إذا اللي هي 36 هي 12، طبعا غتكون هي 12، كانت باينة تكون عندنا هي هاد 12 هادي. هذا بالنسبة طبعا لتمرين السابع. التمرين السابع ديتيرميني لي فونكسيون لينيغ اف جي اش ديال كو، كل حالة إذا مادام أنها لينيغ، مثلا نمشيو لهذه اف لي تسعود تساوي ناقص 18، مادام أنها لينيغ إذا اف لي اكس شنو كتكتب الشكل العام ديالها؟ هي ا اكس طبعا، وعندنا حنا اف لي تسعود شحال كتساوي؟ ناقص 18، بمعنى غنديرو حنا هنا ا كتساوي اف لي تسعود على تسعود، اللي مهمه اف لي تسعود على تسعود اللي هي ناقص 18 على تسعود اللي هي ناقص جوج. اذا اف لي اكس كتساوي، لقينا الكويفيسيون ناقص جوج اكس، ناقص جوج اكس، جوج اكس. ثم دابا نمشيو ل بي، بي هنا عندنا ثاني جي لي اكس، الصيغه العامه ديالها ان جي لي اكس شنو كتساوي لنا؟ ا اكس. وعندنا جي لي ناقص 5 شحال كيساوي؟ 3. هاي المعطيات، اي ان ا اللي هو المعامل كيساوي جي لي ناقص 5 على ناقص 5، بمعنى كيساوي ان جي ناقص 5 هي 3، 3 على ناقص 5، ونطلعوا الناقص الفوق غتولي لنا جي لي اكس تتساوي ناقص 3 على 5 اكس. نعم، هنا بالنسبة طبعا الاش، اش لي ناقص جوج كتساوي ناقص 6، اذا غنديرو ان اش شحال لي ناقص جوج شحال كتساوي؟ ناقص 6. اذا اش شنو كيساوي لنا؟ اش لي ناقص جوج على ناقص جوج، على هذا. وشحال عندنا اش لي ناقص جوج؟ عندنا ناقص 6، هي اذا هي ناقص 6 على ناقص جوج، ناقص 6 على ناقص جوج اللي هي 3، اي ان جي لي اكس كتساوي 3 اكس، جي لي اكس كتساوي 3 اكس.